اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقرب. مرحبا شيخ شقر. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. عساك طيب، من فضلك. شو اخبارك؟ كيف الحال معك؟ الحمد لله طيب. كيف حالك؟ شلونك؟ الحمد لله. شلونك؟ الله يعافيك. شو امورك؟ الحمد لله، كنا طيبين. شلون حمد؟ الحمد لله طيب. انت شلونك؟ بشرك الله. بشرنا عن الوالد. كلهم طيبين، الله يسلمك. شلونك؟ الحمد لله. شلونك مع الشغل؟ الحمد لله، والله الشغل تمام ماشي. وين وصل لوسيل الحين؟ الحين لوسيل، قبل ما طبعا لوسيل الحين بالنسبه لبعض المناطق اكتملت فيها البنيه التحتيه، مثل المارينا وجبل ثعلب والفلل الشماليه، مناطق شغالين فيها الحمد لله. وانت شنو طبيعه شغلك بوف؟ انا طبيعه شغلي اشتغل في شركه لوسيل، مملوكه لشركه الديار العقاريه، في مجال التخطيط العمراني. مجال التخطيط العمراني مجال جدا واسع، يعمل فيه المهندس، المخطط العمراني، المختصين في نظم المعلومات الجغرافيه، مختصين في البيئه، هدف وضع الخطط والبرامج التطويريه للمدينه. اما شغلي انا بالتحديد فهو مراقبه التصاميم والتاكد من تماشيها مع المعايير التخطيطيه لدينا. جميل جميل. وهذه الخرائط تعتبر توضيح حق المشروع؟ هي هذه الخرائط توضيح، هي هذا الماستر بلان كامل لمدينة لوسيل، 37 كيلومتر مربع، وهذه اللي جابها خرائط المساجد وتوزيعها في مدينة لوسيل. جميل. مثل ما تشوف 39 مسجد مغطين كافة مناطق لوسيل. جميل. 31 مسجد فروض وثمان جوامع. ما شاء الله. طبعا هاي المدينه هي تعتبر مدينه متكامله، اللي يسكنها ما يحتاج. طبعا هي مدينه متكامله، متوفر كافه المرافق والخدمات لسكانها. ما شاء الله. هنا عندك مثل ما تشوف الاستاد المستضيف لمباريات كاس العالم، استاد لوسيل بيكون بعد في اليسار، المباراه الافتتاحيه والختاميه راح يكونون فيها. هذه معلومه ظهرت يعني سريه تعتبر ولا لا؟ لا خلاص صارت معلومه. زين، يكون يعني مكان بداية الحدث نهاية. أيوة بالضبط. جيد جيد، الله يبارك فيك ينفع بك. الله يحفظك شيخ. بالتطرق للمساجد، يعني ممكن تعطينا فكرة عن قيمة العمارة في المساجد الإسلامية القديمة؟ هو أنت تعرف الدولة الإسلامية عمرها ما شاء الله حين 1400 سنة أو وزيادة، فعلى مر التاريخ كانت الأمة الإسلامية تتميز في فترة من الفترات بمجال معين، ففي فترة من الفترات تميز العمران فيها، فبدأت فيها القصور. يعني الأندلس تشهد للمسلمين على العمارة التي قامت هناك. يمكن الأشياء الجميلة اللي ميزت العمارة الإسلامية هي عدم وجود الصور، فتجد دائما الزخرفة النباتية فيها. تجد العمارة الإسلامية تميزت بالزخرف. ممكن أيضا زخارف الجبس والنقش على الحجر كلها هذه ظهرت تحاشيا لوجود التماثيل، تحاشيا لوجود الرسوم الصور، أو مثل ما تشوف في الحضارة الفارسية والهندية كان فيها التماثيل، كان فيها الصور، بس الإسلام حرم التماثيل وحرم هذه الصور لحديث ابن عباس. فتجد تميزت المساجد، تميزت القصور بالزخرفة النباتية أو بالتشكيل اللي هو الدائرة والمثلث، فتجد هذا يميز تميز به المسلمون وهم الذين أبدعوا فيه. تميز المسلمون أيضا بإدخال الخط في الزخرفة، أدخلوا الخط الإسلامي في الزخرفة، فتجد آيات الكرسي أو المعوذات مكتوبة بطريقة جمالية. شيخ الحين عندنا زيارة موقع، فممكن ترافقني للموقع؟ والله تشرف، خلينا نشوف الموقع كيف. تفضل معي. بسم الله. تفضل شيخ. تفضل يمين. الله يسلمك. الشيخ شقر، مثل ما تشوف هذه منطقة المارينا. نعم. أحد مناطق لوسيل. نعم. منطقة أبراج هذه، وأنا طبيعة شغلي فيها بالضبط مثل ما قلت لك من قبل، مراقبة معايير البناء التخطيطية. الأشياء اللي أنا أراقبها بالضبط التأكد من الاستخدامات، استخدامات المباني لازم تكون مطابقة حق قوانيننا، كثافات البنائية من ارتفاعات، ارتدادات، مواقف سيارات، كذلك التصميم العمراني الخارجي للمبنى، الطرز المعمارية وغيرها. يعني إحنا نبتدي من الشكل الخارجي للمبنى وندخل ليه أصغر ممر داخل المشروع. أيوة. نركز على كل شيء فيه تقريبا. جميل. أما زيارات المواقع هو مجرد تأكد، احنا في السابق نكون قد اعتمدنا
المشروع وختمناه ووافقنا عليه أتأكد وقت البنيان بعدها أنه مطابق للخرائط أو لا. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. موفق الله. سعدنا بزيارتك وإن شاء الله يستمر هالمشروع ويكتمل. استفسار أخير. قول لي. هل الدعوة مقصورة عليكم أنتم بس ولا إحنا يعني من كمخططين عمرانيين ممكن أيضا ننساهم؟ لا أكيد تقدرون. الدعوة مقصورة علينا. هي مو بحكر على حد الدعوة. كل واحد يقدر يشارك فيها. الخطيب بالكلمة. التاجر بماله. أنتوا بالعكس عندكم رسالة عظيمة. اختيار مواقع المساجد، توفيرها للناس حتى تسهل الصلاة عليهم. هذا مطلوب منكم. أنا بكرة لو جيت أسكن لوسيل وما عندي مسجد إلا بيني وبينك كيلوين ثلاثة، بقول هاي فلمة المخطط ما سوى المسجد. فبالعكس تقدرون توفرون المساجد حق الناس، مراعاة أن حتى المباني تراعي حقوق الجار، ما يكون فيها يعني الجار يكشف جاره. هذا كله تبع شغلكم، تحافظون على هالأمور. يظهر على المبنى أنه إسلامي وكذا، هذا يعطيك انطباع بالرياحية، ما يكون فيها شيء يخدش التوحيد. كل هذه أمور منوطة فيكم، كلها منوطة فيكم. صدق صدق. موفقين إن شاء الله. شدوا حيلكم. الله يسلمك. نلتقي وياك على خير إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيداً فقرب.